طيب خلينا نشوف ال تايتانيك. اوكي، طبعا انتم ممكن تشوفوا الفيديو هذا، انه يعني بيحكي عن فكرة الكومبيتيشن، اوريدي انتم مرت عليكم تمام. وبدي يعني بعض التيبس، انه بضل الفكرة انه انا بدي اضلني يعني احاول انه انا احسن الكورس، فبالتالي انه هي الخطوات: اعمل جوين، اروح اشتغل على كيرنل، اعمل سبميشن، اشوف كيف وضعي في الليدر بورد. مش معناته انه انا سبميت يعني خلاص انه ما فيش عندي فرصه ثانيه، لا، في عنده فرصه انه اعمل امبروف للسكور وارجع اسلم ثاني، فبالتالي بيكون في عندي اكثر من سبميشن. اوكي، انا بس انه بورجي الخطوات، فبدي اروح هنا على نوت بوكس واعمل نوت بوك جديد. هنا اوكي، ما انساش انه انا اخلي الكيرنال بابليك، وبدي اطلب منكم كل الكيرنالز اللي انتم اشتغلتوها انه انت بدك تلفي عليها واحد واحد وتحطيها بابليك عشان اقدر اشوف الشغل تبعكم تمام. هنا المسار، انا عندي الداتا سيت هون مقسم لي اياها لترين وتيست تمام، وممكن اخذ نسخة من هذا الملف. هيو بنسخ المسار تبعه زي هيك من هذا الزر، وبحط انه الفايل path بتساوي هذا المسار، وبحكي انه df بتساوي bd.read وهنا بشوف كيف شكل الداتا فريم مباشرة بحط. طبعا هنا بلاحظ انه حطت لي العمود الاول، انه هو انه حطت لي اندكس من عنده، بالاضافة للباسنجر اي دي انه حطت لي اياه انه كعمود منفصل. فليش انا عندي التكرار؟ هي 0011 2 2 تمام، ايو 889 889 890 بالضبط. فبالتالي هذا الاندكس هو مش متوافق صحيح، بس الاندكس هذا حط لي اياه من عنده تمام، وهذا الاندكس تبع الباسنجرز يعني ليش ما انا استخدمه كاندكس. فبرجع بعدل الكود هنا وبحكي انه الاندكس بتساوي بالضبط، هيك الوضع افضل انا عندي تمام. طبعا لو كان في تكرار هو بيقبلش انه الاندكس يكون فيه تكرار، لو كان فيه تكرار اصلا بروح بطلع لي ايرور انه هذا العمود ما ينفعش انا استخدمه كاندكس، فخلاص هيك الامور انا عندي افضل. طبعا بشوف حجم الداتا سيت، انا عندي 900 و891 في 11 كولومز تمام، وانا عندي هاي الكلاس هذا سرفايفد 01 0 يعني not survived تمام، واحد survived. في انا عندي البي كلاس اللي هو الفئه الباسنجر او الراكب، هذا الاسم وهذا الجنس وهذا العمر، وهنا اذا في له اقارب على السفينه او لا. هذه صراحه مش فاكر ايش هي بالضبط، ممكن تمام. وهذه رقم التذكرة تبعته تمام، وهذه سعر التذكرة، وهذه الكابين، وهاي امباركت كيف؟ ايوه المدخل اللي شو اسمه اللي دخل اللي طلع منه تمام. فالان بدنا نشوف اول حاجه، خلينا نشوف الميسنج. فالديف دوت از ان اي دوت سم، سم مباشره بيجيب لي بدل ما احط انه يجيب لي ترو فورس وبعديها اجيب السم.
فهنا أنا عندي جاب لي إنه هاي فيها مسنج كثير الكابين، تمام، وهذه تقريبا فيها 177 من أصل 891. الآن النيم برضو من ضمن الاستكشافات إنه إحنا بدنا نشوف إنه df. بدي أشوف كيف التكرار تبعها، تمام، دوت بالضبط. أنا بدي أجيب عددهم، بروح بجيب اللين لأنه يعني بلزمنيش إنه أنا أستعرض الأسماء. فهي عندي 891 اسم مختلف، تمام، اللي هما كل واحد كل راكب فعلا اسم مختلف. فبالتالي يعني فعلا إنه هذا عبارة عن يونيك ريكورد، ما بيحتوي على أي نمط بالمرة، والماشين ليرنينج بتدور على أنماط، تمام؟ بدناش نوصله لمرحلة إنه والله إذا كان الاسم ديفيد يبقى سيرفايفد، إذا كان الاسم جيرهام حيكون إنه not survived مثلا زي هيك. فبالتالي هذا على طول مباشرة بدي أعمل له دروب. فهذا ركزنا إنه إحنا بدنا نعمل له دروب لأنه في ميسنج كتير، ما بنفعش إنه نعمل له ريبليس. عدا عن ذلك بدي أشوف قديش أنا عندي الكاتيجوريز، عدد الكاتيجوريز اللي موجودة في الكابين. 148 كتار يعني، وكيف بدي أعملهم هاندل لو أنا بدي أعمل ريبليس؟ هذه عبارة عن كاتيجوريكال اتريبيوت، فهذه فور شور نعملها دروب لأنه بسبب الميسنج. والنيم، وين النيم؟ هيو، تمام، بدنا نعمل له دروب لأنه يونيك اتريبيوت، فبالتالي لازم إنه نعمل له دروب. الايج أنا عندي 177 ميسنج من أصل 891، فبالتالي بدنا نعمل له هاندل ريبليس. فالآن ممكن إنه إحنا نشوف هذا الأمر، فخلينا نعمل دروب ل df.drop واديله الكولومز اللي بدي اعملها دروب، واديله اياها في لستة اللي هي النيم الان كابيتال، اعتقد الان كابيتال والكابين. انا بالنسبة لي اسهل لي انه انا اكتب بدل ما اعمل سكرول فوق اعمل نسخ وانزل تحت، هيك اسرع لي. عشان هيك انا بطلب منكم انه انتم تحسنوا حالكم في سرعة الطباعة. شو كمان؟ وهنا التيكت ما شفناهاش، صحيح، خلينا نشوف التيكت، بدنا نشوف الفاليوز تبعتها. فممكن اعمل انسرت هنا، وهي 891، عددها انه كبير، معنى ذلك انه في فاريشن كتير كبير للتيكت، و بيقدرش ان هو يعمل كابتشر لنمط معين من التيكت، فبالتالي بدنا نعملها كذلك دروب. في كمان اشي؟ او ممكن اعرض الكاتيجوري لكلهم زي هيك، بروح بعمل في لوب فور كولوم ان df دوت كولومز، بعمل برنت للكولوم نفسه واللين للديف اوف الكولوم دوت فاليو دوت يونيك. سيرفايفد 2 01، البي كلاس 3 كلاسز، النيم عددها كبير وقررنا نعملها دروب. هنا قيمتين ميل وفيميل. هنا انا عندي 89 فاليو للايج وهي اصلا عباره عن نيوميريك وقررنا نستبدلها بالمين. طبعا هنا انا عندي هذا الاتريبيوت فيه 7 فاليوز، هذه السبعه هذه في انا عندي قيم كثيره، تمام، بدنا نعملها دروب. الكابين فيها ميسنج كثير، بدنا نعملها دروب. والفير انا عندي 248 فاليو بس هي اصلا اوريدي نيوميريك، تمام.
فبالتالي انه يعني هيك اخذنا فكره عامه وخلاص انه هذول الاتريبيوتس. ماشي، ما هو يعني ممكن انه انا اقول انه والله انه بدل ما اقول انه الفيتشرز كلهم ما عدا هدول بعمل دروب لثلاث اعمده، يا هيك يا هيك. يعني انا عندي في الهاوس برايس بريدكشن كم اتريبيوت عندنا؟ فاكرين قديش كان؟ ايشو 80 83 اتريبيوت 83 عمود، واللي احنا اخترناهم قديش؟ 6 تقريبا. مين اسهل؟ اعمل دروب للهادي ولا اقول انه الفيتشرز عباره عن 6 اتريبيوت؟ لا، بقول انه الفيتشرز بتساوي عدد 6 اتريبيوت، لكن هنا انا عندي اللي انا مش لازمين اللي ثلاثه، فبالتالي بعملهم زي هيك. لا، بدي استكشف كل الاعمده واحد واحد واشوف قديش الفاريشنز تبعت البيانات فيها واخذ كل قرار. يعني هنا انه هذا انه اوكي اي دي، هذا الكلاس ليبل، هذا انه الفئه تبعته، انه في عندي ثلاثه كاتيجوري. النيم التاسك تبعتنا بدنا نشوف انه هذا الباسنجر انه هل هو سرفايف ولا لا، الاسم هل له دخل في الموضوع؟ لا ما لهش دخل، فبالتالي بعمل له دروب. هذه شغله. الشغله الثانيه تاكدنا من هذا الموضوع من الفاليو كاونت، لانه صار انه هي عباره عن يونيك اتريبيوت، فاليونيك اتريبيوت ما ينفعش ان انا ادخله انا عندي في المشين ليرنينج الجوريثم زي الباسنجر اي دي. بدناش نوصل لمرحله انه عند المشين ليرنينج الجوريثم يصير يقول والله اذا كان الباسنجر اي دي اكبر من 3 حيكون كذا. لا، مش نمط هذا زي بيصير انه حافظ حفظ. تمام. طبعا هذه الشغله بس بتنطبق على الداتا سيت هاي، هذا الاسلوب اللي عمل. حتيجي داتا سيت ثانيه مختلفه حتعامل معها باسلوب مختلف ثاني تماما. يعني هو الافضل بس كل عمود لحاله بالضبط. بس عشان هيك انا طلبت منك انه انت تكتشفي الداتا سيت هذه لوحدك، وتحاولي انه انت تخليكي مع نفسك تشوفي ايش بيطلع معك، وبعديها بتطلع لك. ناخذ داتا سيت ثانيه او كومبيتيشن ثانيه، هيك بصير في انا عندي ممارسه، وممكن انه بتمرس على الموضوع، بصير انه في عندي مهاره في الموضوع هذا. الان بدل ما اعمل df بتساوي df dot drop، بحط هنا in place بتساوي true، وبرجع بشوف ال df كمان مره. هيك صارت الداتا ست مرتبه اكثر، خلاص انا بركز على هذا الموضوع. تمام. هنا القرار انه انا بدي اعملهم دروب، هذا القرار لا رجعة فيه. ليش؟ لانه النيم خلاص ملوش دعوة خالص. مش زي ما انه احنا مثلا بدنا نعمل بري بروسيسنج، بدنا نجرب هذا العمود، واذا هذا لا بدي ارجع له ثاني. اذا بدي ارجع له ثاني يعني ممكن انه انا مثلا على سبيل المثال اعمل دروب لهذا العمود، ممكن هو يكون مشوش على الماشين ليرنينج الجوريثم، لقيته لا ملوش مش مشوش، فبدي ارجع للداتا سيت الاصليه، ساعتها لا بقول انه بعملش دروب، باخذ سب داتا سيت، فبقول انه مثلا على سبيل المثال انه نيو دي اف بتساوي، وبعمل زي هيك، لكن خلاص هذا ما لا رجعت فيه بعمل دروب. نشوف الميسنج للداتا سيت الجديده. ما فيش ميسنج غير الايج. كيف بدنا نعمل له هاندل؟ بالمين؟ بالباندا. لسه احنا ما اخذناش اي شغله ثانيه، فبالتالي بدكم ترجعوا للباندا كيف نعمل هاندل للميسنج. طبعا انه ممكن انه انتم يعني بشكل سريع بدل مثلا ما ترجعوا للفيديو اللي موجود عندي او للدروس، تروحوا تحكوا ببساطه pandas replace missing values، وهي حاطط لي هنا with mean في الكومبليشن زي هيك. فهنا بديني اياه بالاكزامبل مباشره. طبعا مع كتر الاستخدام حتعملي لها ميمورايز، لكن انا مش عارف، فبالتالي هنا بختار انه الصب اسم العمود في ال ان اي. تمام. ايش بدي له؟ المين الفاليو اللي بدي استبدل فيها. تمام.
وهنا ان بليس بتساوي ترو، هذه صرنا عارفينها بتساوي لايك. هذا الكود انا ممكن اعمله سمبليفيكيشن بهذا الشكل، فبرجع هنا وبقول انه df dot age بت dot fill an a. اول بدي اجيب المين او الايج مين بتساوي df dot age dot mean، وهنا fill an a بهذا المتغير. تمام، طبعا لو طبقته زي هيك ماشي بيرجع لي هذه القيمه انه انا مش مخزنها في شيء، يا اما بعمل df dot age بتساوي بهذا الشكل، والاسهل انه انا بعمل in place بتساوي true. نرجع هنا df dot as an is an a some. تمام، هيك الامور تمام. ضايل انا عندي هنا ال import، هنا عندي to إسراء حكت انه هي بدها تريح راسها وبدها يعني تعمل لهم دروب. ممكن نستبدلهم، خلينا نستبدلهم. احنا بدنا يعني الهدف من الاستبدال هنا هذه كاتيجوريكال، يعني هنا هي df dot embarked dot d type object او شوفي ال value counts تبعتها. عندي ثلاث قيم S C و Q، وهي التوزيع تبعته. بشوف الأكثر تكرارا، المفترض أنا بدي أستبدل أي حاجة missing بستبدلها بالS. فهنا هذا كلام أنا عملته بالنظر زي هيك، فبقول إنه df.embarked.fill an A S. هذه الشغلة بتصير إنه hard coded، أو ممكن إيش أسوي؟ نفس هذا الكلام، وإيش أجيب القيمة الأكثر تكراراً؟ إيش القيمة الأكثر تكراراً؟ هاي بدي أجيب لكم إياها هنا في السيل قبل df.embarked.mut الأس. تمام، فهذا الكلام حيصير زي هيك. وهنا نرجع نشوف ما فيش ولا حاجة in place. كيف؟ ليش ضايلة missing؟ طب نجرب هاي، هيك استبدلها. عشان نرجعها هنا كأوبجكت. هنا index و value، اندكس 0 يس. هذا عباره عن سيريز، تمام. فانا بقول له بدي الاندكس 0 فجاب لي يس، فبالتالي ممكن اعيد هاي كتابه هاي زي هيك، هاي بتكون اوف 0. تمام، طبعا لو عدت تشغيل هذه السيل ايش بيطلع معايا؟ بيطلعش اشي، نفس الاشي. كيف؟ بالضبط، حيقول لي ما فيش missing value عشان استبدلها، حيطلع معي error.
تمام. طيب هيك البيانات صارت جاهزة كلها. لو استبدلناها بإيش؟ ممكن، ممكن جدا. فهنا بروح ايش بسوي عشان انه انا عندي هذه انه affected زي هيك، بروح هنا وبحكي انه بدي اعيد تشغيل هذا الكلام كله من البداية لغاية هنا، بقول له run before تمام. وهنا بحكي انه بتضيفي انت يعني كاتيجوري رابعه وممكن تنتين حتكون في الغالب نفس القيمة الأكثر تكرارا أو شيوعا، فبالتالي الأفضل بالقيمة الأكثر تكرارا اللي هي الأس. تمام. طيب نرجع نتفرج على البيانات هاي. الآن بدي أجهز البيانات، فبعمل train test split from ASCII لر import dot من يقول لي إيش subject model selection import train تست سبليت، بالتاب على طول بيجي معي. طبعا الترتيب عشان ما اتلخبطش فيه، بروح على الدوكيومنتيشن هنا 3x train x test y، يبقى الاكسات وبعدين الوايات. x y احنا ما حددناش لسه x و y. y بتساوي df dot b class survived، وال x بتساوي هيك البيانات الدي اف ضايلة زي ما هي، بس اخذت منها نسخة بعد ما عملت دروب لعمود التارجت تبعي بهذا الشكل، والواي سمول والاكس كابيتال. تمام. ممكن نتأكد من الموضوع، هاي الاكس زي ما احنا بدنا وهاي الواي، لاحظوا انه الباسنجر اي دي لسه باقي في الحالتين. الآن هيك أنا بقدر أعمل split للترين والتست dataset. طيب شو بلاحظ؟ بلاحظ إنه أنا عندي هنا categorical، تمام؟ هذه برضه كاتيجوريكال، وحكينا انه الماشين ليرنينج الجوريثم بتحب تتعامل مع ارقام، وصعب جدا الاقي اي الجوريثم بيتعامل مع ارقام وكاتيجوري في نفس الوقت. ممكن نبحث عن هاي، تمام. خلينا بدنا نحول الداتا سيت.
بس التحويل يفترض انه انا اسويه قبل ما انا اقسم هنا. خليني احوله هنا على الديف واقول هنا انه ديف دوت 6 دوت ريبليس، واحكي له هنا انه الميل بدنا نستبدله ب على ما اعتقد، لا خلينا نجرب نشوف ايش بزبط معنا. وهنا بنحكي له انه in place كيف؟ It's done. ببساطة شديدة جدا. شغلات من اللي اديتكم اياها. تمام؟ كيف؟ ولا حس. يعني الريبليس ليش اديتكم اياها في الباندا؟ لا انا بقول له كل ما تلاقي ايميل استبدل لي اياه بزيرو. انا عارفه بس المود نفسه لما يلاقي زيرو بيفكر انه في ترتيب معين هذا حناخذ اليوم في الانترميديت ماشين ليرنينج، لما يكون في عندي كاتيجوريكال بدي اتعامل معهم الانكودينج انا عندي حيكون 0 1 2. يعني على سبيل المثال لما انا في عندي على سبيل المثال اربع الوان، احمر وازرق واخضر واصفر، فالان انا بدي اندكس لكلهم، هل الترتيب تبعهم هذا له معنى؟ ما لهش معنى، بس في نفس الوقت محتاج انه نعمل ترميز لهم. بستخدم الوان هوت انكودينج، بس بما انه انا في عندي تو كاتيجوريز بقدر اعتبرها كباينري، بطلعش عليها كاوردر. هذا الكلام لما يكون في عندي زي ما حكيت لك الالوان ساعتها بقول لك انه في فرق، لكن هذه ممكن اعتبرها انه باينري، انه في عندي تو فاليوز 0 1 بالضبط. والثانيه انا في عندي ثلاث فئات هنا لحسن حظنا، تمام، اللي هو الاس والسي والكيو، فممكن نطبق هذا الكلام على اسم العمود امباركت، واحكي له كل ما تلاقي اس استبدلها بزيرو، كل ما تلاقي خلينا نبدأ بالسي اس كيو. هذه ممكن تكون مشكلة ولكن بدنا نعتبره انه حل مؤقت لغاية لما ناخد الكاتيجوريكال اتريبيوت. فهيك صارت الامور، انا عندي تمام 0 1 2. هنا برجع بحضر البيانات كمان مرة، باخذ نسخة من الاكس والواي، هي الاكس هيك تمام، هيك الواي هيك تمام، هيك خلاص بقدر انه انا استخدم اي الجوريثم بدي اياه. تمام، نستخدم راندوم فورست وبدنا نشتغل على الماكس ليف نود. كيف كيف سؤال ما مرة؟ لما تكون كاتيجوريكال كل البيانات، ايش التعريف الكاتيجوريكال؟ انه انا عندي ليميتد نمبر اوف فاليوز، انا عندي هنا تو فاليوز سرفايفد، وين هالواي؟ هاي الواي لا على حسب التارجت، على التارجت بس. آه
احنا ايش كنا نعمل هنا؟ كنا نعمل الباراميتر بتساوي range range نبدأ بثلاثة أو اثنين أقل قيمة للماكس ليف نود للليف نود تنتين إنه تكون في عندي تفريعتين منفعش إنه تكون في عندي ليف نود واحدة و لغاية قديش ما نجرب خمستاش كل مرة بدنا نزود واحدة وهنا for i in range بدي اكون محضر الالجوريثم احنا شو بدنا نستخدم from ascii learn tree import decision tree classifier بختارش كثير كيف تحفظوا ايش؟ ثواني سؤال خليني الان مدام ديسيجن الراندوم فورست هذه انسمبل ميثود فبالتالي هنا حتكون انسمبل الديسيجن تري حتكون تحت ضمن فئه الديسيجن تري البروبابيليستيك الجوريثم بتكون تحت النايف بايس بكتب بس ان اي وعلى على طول بروح يعني بيجيب لي اياه اللي هو اسمه جاوشيان ان بي في انا عندي الكينرس نيبور محطوط تحت مديول اسمه نيبورز في عندي سبورت فيكتور ماشين تحت الـ SVM فهدول الشغلات الأساسية في الـ Classification Algorithms إيش في أنا عندي كمان؟ هاي الـ Ensemble هذه Classification هذه probabilistic هذه للكينان لنيورال نتوركس هناخدها يعني هناخد يعني لما نيجي ناخد الديب ليرنينج هنشرح شوية النيورال نتورك بشكل مبسط البايب لاين هناخدها في الانترميديت ماشين ليرنينج انا بحدد له انه يعني البروجكت انا عندي بيكون عبارة عن مجموعة من المراحل الاوتبوت تبع مرحلة هو الانبوت للمرحلة اللي وراها فزي كأنه بشبك انا بيب مع بعض تمام انتم اخرتكم في هذه الدوره تمام حتعملوا وصفات وحتشتغلوا زي السباكين بس هم هدول التري حكينا عنها اس في ام حكينا عنها بالضبط فاحنا حكينا تري decision D E مع التاب على طول بيجيب لي اياه بحكي لي انه import بيجيب لي classifier و regressor حكينا انه كل algorithm في classifier وفي regressor مش معنات انه انا عندي التارجت انا عندي ممكن يكون هنا survive و not survive بس هو binary 0 1 مش معنات انه هو 0 1 انه اعتبره regression انه هذه عباره عن number لا هي classification عندي two categories فبنعرف object منها dt بتساوي decision وبدي له البارامتر اسم البارامتر تبعنا max leaf node ممكن نلعب في بارامتر ثاني اللي هو depth تمام وبما انه انا بقارن باراميترز مختلفة فلازم اثبت الراندوم ستيت عشان يكون الكومباريزون فير واحد
بعمل fit dt.fit x train y بعدها ال prediction breads بتساوي dt.predict prediction بتكون زي noun phrase predict verb فبالتالي هذه function بديها ال x test. الآن بدنا نحسب ال evaluation. بدنا نعمل evaluation. evaluation هذه بنجيبها من sub module اسمه metrics. فبالتالي from ASCII learn metrics import accuracy. ممكن نجيب classification report تديني تفاصيل أكثر. هورجيكم كيف نستخدمها الآن. فبالتالي الأكيورسي بتساوي accuracy score هذه عبارة عن دالة بديها بدي أستخدم أسماء بالضبط y true بتساوي الواي الأصلية اللي هي الواي ترين إيش كمان واي بريد بتساوي بريدس تتذكروا لما نقدنا ال الاكس تيست الاكس تيست هي الفيتشرز تمام طلع لي بريدكشنز اللي هي بمقابل تعادل الواي بس اللي طلع لي اياها الموديل ماشي بمقابل الواي تيست النتائج الحقيقيه حتكون خزنت واي تيست صحيح انا حطيت واي ترين تتذكروا لما حكينا على موضوع الاكيورسي وحكينا في عندي تو ميجرز اللي هو السبيسيفيتي والسنسيتيفيتي تمام هذول الاثنين بجمعهم في واحد في سكور واحد اسمه اف 1 سكور فبدنا نحسبه بهاي الطريقه اف 1 بتساوي اف 1 سكور بديله نفس البارامترز وممكن نطبع على classification report print انه ال i مع ال classification نطبع على classification report في سطر جديد ضفت تفاصيل كتير انا ولا تهتم هاي ممكن ايش هذه انه ايش هم هدول طيب اجيت انا يعني الموديل ايش اديته الاكس تيست اللي هي الفيتشرز تمام عشان يطلع لي الواي تمام بس الواي هذه اللي طلع لي اياها الموديل فعشان هيك بسميها البريدكشنز تمام هاجيت الواي اللي طلع لي اياها الموديل بدي اقارن انه قديش هي منها مظبوط وقديش منها غلط فايش بروح بسوي بروح بستخدم في المتريكس هنا بروح بحكي له انه الواي ترو من الداتا سيت الاصليه اللي هي واي تيست والواي بريد اللي هي البريدكشنز اللي طلع لي اياها الموديل هاي هالبريدز هاي فهو بروح بقول انه هذه انت طلعت انه سرفايفد زيرو عفوا واحد بس هو الموديل طلع لك اياه زيرو نوت سرفايفد فبالتالي هاي غلط بروح بكمل انت طلعت مثلا سبع اغلاط من 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 100 تيست اكزامبل فبالتالي انت عندك الايرور
او الاكيورسي 93%. في الداتا سيت التست داتا، في الداتا سيت الاصليه تمام اللي احنا عارفينها انه هي الاوريجينال الصحيحه اللي بدنا نقارن فيها. تمام، لتوضيح الامر اكثر برجع بذكركم انه احنا اتفقنا انه احنا بدنا نقسم البيانات انا عندي لترين ولتست. تمام، هذا يعني الداتا سيت هذه يعني بمسكهاش بالمره، بستخدمها فقط لانه نعمل ايفالويشن للموديل. تمام، وحكينا انه احنا ايش ممكن نسوي، ممكن الترين داتا نروح نقسمها لثلاث اقسام اللي هو ترين وفاليديشن، وهذه التست احنا لسه بس بدنا نعمل عليها الايفالويشن النهائي اللي احنا حنسلمه في الكومبيتيشن. فهنا لاحظوا انا عندي في الكومبيتيشن انا ايش في عندي، عندي الترين هذه اللي اشتغلت عليها بس فقط، بس التست هذه لسه ما مسكتهاش خالص. بعد ما نرسي على الفاينل موديل ونجيب احسن باراميتر بنروح بنعمل بريدكشن هنا وبنسلم بنشوف قديش بيطلع معنا سكور. بس اللي انا سويته انه الترين نفسها عشان اضبط الباراميتر تبع الماكس ليف نود ايش عملنا؟ قسمنا انه الترين هذه نفسها قسمناها لجزئين، جزء بعمل عليه ترين وجزء بحسب ايش هو احسن ماكس ليف نود. وضحت؟ وعشان بس لازم تكون بالترتيب، شو ترتيبهم انا مش فاكره، بدي ارجع هنا في الاسكيلر الاف 1 سكور شو الترتيب تبعها، لازم يعني احطه بنفس الترتيب. الواي ترو ترتيبها بالاول بعدين بيجي الواي بريد، هيك انا حطيت بس فاصل عشان افصل بين. بنجرب لما كان الباراميتر 2 طلع انا عندي الاكيورسي 76، لما كان 3 81 79 رجع ينقص 79 80 وين 84 80. هذه لكل كلاس لحال، بس هذا بيجيب ال شو اسمه للافريج بين تو كلاسز، الكلاس 0 هي بحسب البريسيجن لإله هي 84 وهنا ال 75. في بريسيجن، البريسيجن هذه شرحت لكم اياها صح؟ تمام؟ كونفيوجن ماتريكس، بنشوف ايش جاب الموديل وايش انا عندي في البيانات الاصليه، وحكينا انه اللي بيجيبهم صح اللي هو الاي والدي، والسي والبي هذول غلط. تمام؟ ف في انا عندي حاجه اسمها سنسيتيفيتي والسبيسيفيتي، اللي هي اي على الاي زائد السي. سبيسيفيتي الدي على البي زائد الدي، الاكيورسي اللي هو الاي والدي على مجموعهم كلهم اللي هو الاي زائد البي زائد الدي زائد السي زائد الدي. تمام، وهنا بحسبوا للبوزيتيف والنيجاتيف بريدكتيف فاليو. تمام، فالان سنسيتيفيتي اور ريكول تمام هي عباره عن الاكشوال بوزيتيف
which are correctly identified. بدور على جزئية معينة، تمام؟ فهنا لو بدي أطلع هذه متى بستخدمها؟ لما يكون أنا عندي الكلاس ديستريبيوشن مش بالانسد. يعني على سبيل المثال في عندي داتا سيت موزعة 90% كلاس و10% كلاس ثاني. الآن لو اطلعت على الأكيوريسي بس بتكون أنا عندي مشكلة. أديكم مثال، أنا عندي لنفترض أن في عندي 100 إكزامبل تيست إكزامبل، تمام؟ والكلاس ديستريبيوشن أنا في عندي 2 كلاسز 90 وكلاس بي 10. لو بدنا نحسب إنه الإيرور لكل كلاس، لو فرضنا إنه الأكيوريسي للكلاس A كانت 90 جاب 85 صح أو 84 out of 90، فبالتالي النسبة تبعته قديش؟ 84 على، والأكيوريسي للكلاس B كانت انه لنفترض انه خليها يعني انه هو انا في عندي الاكيورسي كانت 5 اوت اوف 10، فبالتالي هنا عشرة او 5 على 10 هذه قديش بتمثل؟ 50%. غلط ب 50% من الاكزامبلز من هذا الكلاس، لكن هنا قديش؟ هذه النسبة تفوق ال 90، 93. لو بدي اطلع على النسبة الكلية accuracy for A and B سوا اللي هي عبارة عن 84 زائد 5 على 100 اللي هي عبارة عن 89%، صح؟ والله أنا عملت موديل يعني جاب 89%، هذه النسبة بتكون مضللة. ليش؟ لأن أنا حسبت على كل كلاسز، مع انه انا في عندي كلاس ماينوريتي كلاس في اقليه، والغلطه في يعني تعتبر انه نسبه كبيره، انه انا اغلط في 50% من الاكزامبلز من الكلاس بي، هذه مشكله كبيره. ليش؟ لناخذ على سبيل المثال البروبلم اللي بتكون فيها انه هذا النوع من الكلاسز نادر، زي مثلا انه عمليات الاحتيال على الكريدت كارد. انا عندي كريدت كارد، تمام؟ اغلب الترانزاكشن انا عندي عليها نورمال، لو صار في احتيال بيكون انه ترانزاكشن عددها قليل بالنسبه لعدد الترانزاكشن اللي مسويها بالكريدت كارد تبعي. فبالتالي لو اطلعت على النسبه هذه بتكون مضلله كاكيورسي بس، عشان هيك بطلع على البريسيجن والريكول. والاف 1 المعادله تبعته هو عباره عن كومبرومايز بين بريسيجن اند ريكول، هيو هو عبارة عن precision ضرب recall، 2 في precision في recall تقسيم لprecision في recall. فبالتالي يعني احيانا انه لو رجعنا للنتائج هنا، هاي الاكيوريسي، تمام؟ هكذا الاف 1 سكور لو اجينا جمعنا المتوسط تبع هدول التنتين ممكن يكون يعني شغلة مختلفة. يعني في بعض البروبلم هذا يعني توزيع الكلاسز هنا، قديش كان توزيع الكلاسز؟ قديش عدد الناجين وقديش عدد إسراء؟ أنت عملتي تحليل لعدد ال... ما احنا عملناها اوريدي يعني، بس قديش كان؟ ما عملناش. اوكي، ممكن ان احنا نشوفها هنا.
يعني تلتين وتلت تقريبا، يعني مش انه والله نقدر نعتبره انه ماينور كلاس يعني. لكن لو كان في انا عندي توزيع الكلاسز، انه انا في عندي كلاس ضئيل، بلاقي انه انا عندي الاكيورسي بتختلف هنا في النتائج، بلاقي الاكيورسي بتختلف عن الاف 1 سكور. وبما انه احنا يعني موجودين في هاي المنطقة، بدنا نشوف انا عندي حاجة انه المايكرو والماكرو. انا عندي هنا من ضمن البارامترز اللي هو الافريج، انه كيف يحسب كيف يحسب الافريج. مش انا في عندي بحسب الافريج لكل، بحسب الاكيورسي لكل كلاس لحال. كيف بده يحسب الافريج؟ فينا عندي طريقه الباينري. طريقه الباينري بيكون فينا عندي فقط تو كلاسز، باينري كلاس 0 1. فينا عندي المايكرو والماكرو والويتد. المايكرو كالكوليت ماتريكس جلوبالي by counting total positive, false negative and false positive. اما الماكرو الاختلاف انه calculate matrix for each label، تمام، and find their unweighted mean، تمام. وهنا باخدش بعين الاعتبار ال imbalance into account، ال imbalance في الكلاس label. فبالتالي الافضل اختار دائما المايكرو. اما الويتد انا بروح بطلب منه، بقول له انت خلي بالك لما تعمل ايفالويشن ادي ويت للكلاس هذا اعلى من الكلاس هذا. يعني بدي اقول له بعباره اخرى انه الغلطه في الكلاس هذا بغلطين من الكلاس الثاني مثلا، يعني تمام. طيب ان احنا نخزن البيانات هذه في ديكشنري، ونقول انه results بتساوي ديكشنري، ونحكي انه الريزلتس بتساوي ناخذ الاف 1 سكور، بما انه هي بتاخذ بعين الاعتبار انه طول كل كلاسز. طيب نيجي الآن نطلع أفضل نتيجة، بدل ما أضلني إنه أنا أعمل سكرول زي هيك، تمام. بقول له بدي أجيب، أنا بدور على مينيموم ولا ماكسيموم؟ أكيورسي ماكسيموم، مين أبسوليوت إيرور بدور على المينيموم. فبقول له بدي الماكس من الريزلتس، وأقول له الكيز بتساوي أو الكي بتساوي الريزلت دوت جيت، تمام. فبقول لي انه لما كان الماكس ليف نود 11 كانت اقل نتيجه، اعلى نتيجه. طيب قديش كانت، كان ال الايرور او الاكيوريسي عفوا كان 73. لا في شيء غلط، هو اطلع على ال F1 سكور. كيف؟ ال F1 سكور هنا 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 في accuracy لما كانت 11 كانت 80. صحيح ال accuracy كانت 80 بس افضل اف سكور. لما انا حكيت اذا كان انا عندي الكلاس امبالانس بروح اعتمد على الاف سكور امبالانسد مش متوازن. فبالتالي هنا هاي شفنا النتائج كلها في السبعينات. انا عندي بدا 67 69 70 72 73
تمام؟ عندي 11 كان أقل حاجة. خلاص بدنا نعتمده. فبالتالي هنا بروح بحكي إنه البيست عشان برضو تكون إنه هارد كودد باراميترز بتساوي هذا الكلام، وبرجع بعمل الفاينل موديل تبعي، فاينل موديل بعد ما حددنا. انا بس عملت شغله واحده، ممكن اختار اكثر من الجورثيم، ممكن اختار اكثر من باراميتر. الفاينل موديل بيساوي ديسيجن، ونديله انه الماكس ليف نود بتساوي البيست. أنا ما شغلتهاش. بعدين بعمل فيت على كل الداتا سيت، خلاص بستخدمها كلها عشان استفيد منها كلها. وبعدين بعمل بريدكشنز للتست داتا. هنا بيجي دور، هنا باجي بقرأ تست فايل تست بالضبط هذا الكلام، و تست df تساوي bd read cs، نديله هذا المسار. شو عملنا؟ عمليات نديله بس نفس الاشي الباسنجر اي دي ككولوم، ونعمل دروب لهدول. شو كمان؟ ماشي. بي كابيتال باسنجر هاي هاي في عندي missing values. شوف هاي ايش هما. في الايج وفي الفير كلهم بستبدلهم بالميل. فبحكي انه تست ديف دوت ايج دوت فيل ام اي هنا بيجي السؤال انه نستخدم المين تبع الترين ولا المين تبع التست؟ ليه؟ مين بقول المين تبع الترين؟ في سبب تاني اهم. لا انه برضه يعتبر انه من ضمن الغش انه انا استبدل المين بالمين تبع التست. يعني في التست انا يفترض لما تجيني اكزامبلز يفترض انه اجاني اكزامبل مثلا زهرة الايرس، مش احنا اخذنا انه ادينا 1 اكزامبل، هل من 1 اكزامبل بقدر احسب المتوسط؟ فالمعلومه هذه مش متوفره عندي. هذه الشغله. الشغله الثانيه، لو انا استبدلت بالمين تبع التست معنى ذلك انه انا في عندي اطلاع على التست
انه جهزت يعني يعني نوع من الغش، انه احنا في عندنا في الانترميديت اليوم ان شاء الله نحاول نقدر نخلصه، في عندي انه الغش في البيانات او الغش في الداتا ساينس كيف ممكن يكون. فبالتالي هنا المين تبع الايج، ايج مين هذا كنا حاسبينه فوق في التست، هنا ان بليس بتساوي ترو. برضو انا غشيت هنا في الموديل هذا غشة تانية، بس انه يفترض انه كنت اعمل هاندل للشغلات هذه تمام قبل ما انا اعمل الترين للموديل، حنحكي عنه في حينه يعني، بس خلينا بسطين الامور كيف انه يعني مشينا بالتدريج لغاية لما نوصلنا للنهاية هاي. شو كمان انا عندي هذا الاتريبيوت اللي هو الفير، وهذا بدي اجيبه من الدياف مش من التست دياف، فير دوت شو كمان بدنا نعمل. خلينا خطوة خطوة نعملهم بريك داون انتو سيلز عشان لا هذه التست دياف. بعديها بضل عندنا خطوة انه التست حكينا انه الميل 0 in place ساوي ايش في عنا ميسنج احنا؟ الفير لا مش ايش في عنا كاتيجوريكال ضايل هذا؟ لا هيك تمام. get threads تساوي final model final model احنا عرفناه بس مش مشغله. كيف عرفت انه مش مشغله؟ بعمل تاب، بعمل تاب ما بيجيش. ايش ده اديله؟ كيف اوتبوت؟ اه فبالتالي هنا بدنا نعمل ايه؟ تيست اوت بتساوي بي دي داتا فريم، بدي له عمودين اللي هو الباسنجر اي دي از ا ديكشنري هذا الكي والفاليو هو التست ديف دوت اندكس بيعبيه كله، والعمود الثاني اسمه survived
والفاليو تبعته هذا. بعديها same length ايش؟ هذا 418. لماذا؟ لا بس هيك هيك رجعت شغلتها ثاني، هيك طلع 418. هنا هذه ما لهاش داعي خلص. هنا تمام مش عارف، رجعت شغلت هذه واشتغل، فبالتالي فيش داعي اضيع وقتي احرف ايش. مش عارف تو سي اس بي تو تو سي اس في، نديله اسم الفايل سب مشن دوت سي اس في، وهنا بنديله الرور اندكس بتساوي فولس. هيك كان في الكومبيتيشن. طب ما احنا كنا نكتب، مش فاكرين عشان اتاكد انه ما فيش اخطاء هنا، بتعود دائما بعمل run all او انه بعمل restart للسيشن، عشان اذا اي فاريبل انا عندي في الذاكره انه زبطت معايا، بس عشان انه في فاريبل ماخذ فاليو معين في الذاكره انه اتخلص من هاي المشكله. تمام، فعملت ريستارت للسيشن والان بدي اعمل ران اول، ساعتها خلاص ممكن اعمل سبميت وانا مطمن، لانه بديش اروح هناك والاقي الايرور وارجع تاني. لا، مع التعود انه تمام كله اشتغل. هيك نعمل اكتب لي اياه في الاو، هنا في الاوتبوت. هنا في الفاينل موديل، في الفاينل موديل لما عملت هاي عرفته ما حسبتش الراندوم ستيت، فاحتمال انه يقل الايرور، يعني انه بتغير، بس التغير يفترض انه مش كتير. لو كان في تغير كتير بتكون اصلا الداتا ست صغيره كتير يعني. بعمل فيو بروح على الاوتبوت وهنا بعمل سبميت مباشرة. شوف قديش السكور
77 في طرق تانية أكيد للتحسين يعني، بس إنه الفكرة هنا إنه أنت إنه أنت كيف تمشي في يعني في الداتا سيت. أنا عندي هنا ستيب باي ستيب، هذا لا أخليه، لا هذا أعمل دروب، هذا كيف أعمل هاندل للميسنج داتا، كيف أعمل هاندل للكاتيجوريكال أتريبيوتس إنه بدي أعملها إنكودينج زي هيك. ف 77 5 77 5 98 لا في افضل منه، هذا مش كتير بس يعني هذا الموديل اخر اشي الفيرجن 4 اللي انا عملته تمام. هذا انا كنت محدد هلا هذا جاست ناو. وايش الفيرجن؟ الفيرجن مش فيرجن 4، انا مستخدم كيرنل ثاني اسمه هيو تايتانيك. هيو السكور تبعي هيو 77 1 511 هو هذا. هذا الفيرجن 4 من كيرنل ثاني انه مستخدم في راندوم فورست. تمام.